لامين يامال مستمر بخرق قانون العمل الألماني، فشو القصة؟ جوهرة إسبانيا وصاحب الـ 16 عام تسبب عمره بحالة جدل بسبب قانون العمل بألمانيا، واللي بيحظر على الأشخاص اللي دون سن 18 من العمل بعد 8 مساءً، بينما مباراة اليورو تبدأ بهذا التوقيت تقريباً. ورغم أنه القانون الألماني اللي بيمنع القُصّر من ممارسة عملهم بعد وقت معين بيعطي استثناءات للرياضيين لممارسة نشاطهم حتى الساعة 11، بما يشمل استحمام اللاعب وإجراء المقابلات الإعلامية. لكن إسبانيا ونجمة اللي بيزيد ابن رونالدو جونيور بسنتين فقط شاهد ما شافش حاجة، فاللاعب شارك بمباراة جورجيا بشكل كامل وتجاوز الوقت المحدد، ومدربه ديلافوين تعلق على الموضوع بما معناه لا أعرف هذا القانون وما سمعت بهيك تشريع. 30,000 يورو غرامي ممكن تدفعها إسبانيا بسبب هذا الانتهاك، وتحذيرات متزايدة من الموضوع خاصة بعد المباراة المرتقبة بين الإسبان والألمان بربع النهائي. فهل رح ينجح الطالب اللي عم يخوض اختباراته الدراسية خلال البطولة بتحقيق اللقب بعمر 17 سنة وكم ساعة بس؟